سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان. خير ما نبدأ به الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيزي الأب، احذر من كلامك مع ابنك أو مع ابنتك، فأنت قد لا تعي كلامك كرجل واعي قد قلته، ولكن طفلك يعيه بتفكيره الطفولي البريء، وبالتالي قد تندم في يوم من الأيام على كلمة تقولها لطفلك بحسن نية ويفسرها ابنك بحسن نية، لكنها تنتهي بسوء النية وبالتالي إلى مأساة إنسانية وعاطفية في حياتك كأب وفي حياته كابن. وهك مثال بسيط لكلمة قالها أب لابنه في يوم من الأيام كلفته الكثير من العواطف التي كانت يحب أن يقوم بها ولكنها نسيت مع الوقت. في يوم من دخل طفل في يوم من الأيام على والده الذي كان عادة ما يعود من العمل منهكا، فهو يعمل من الصباح حتى المساء، وحتى عندما يعود إلى البيت يتابع مشاريعه ومقاولاته وأعماله. إذن هو ليس لديه الوقت الكافي للمكوث في البيت إلا للأكل والنوم، أخذ قسط من الراحة. فجرى الحوار التالي بين الأب والابن في ذلك اليوم. يقول الطفل لوالده: لماذا يا أبي لم تعد تلعب معي وتقول لي قصة قبل النوم؟ ويقول له الأب: يا ولدي أنا لم يعد عندي وقت للعب وضياع الوقت، يا ولدي أنا عندي أعمال كثيرة ووقتي ثمين. فيقول الطفل: أعطني فقط ساعة واحدة يا أبي، ساعة واحدة فقط، أنا مشتاق لك، أريد أن ألعب معك، أريد أن أسمع قصصك الجميلة. فيقول الأب: يا ولدي يا حبيبي أنا أعمل وأكدح من أجلك ومن أجل أمك وأختك، الساعة يا ولدي التي تريدني أن أقضيها معك أستطيع أن أكسب بها 100 ريال، الساعة تساوي 100 ريال عندي، ليس لدي وقت لأضيعه معك، هيا 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 اذهب وإلعب، اذهب العب مع أمك مع أخوك مع أختك، هيا هيا. وتمضي الأيام ويزداد انشغال الأب عن ولده. وذات يوم رأى الطفل باب المكتب مفتوحا، فدخل على أبيه ألقى التحية وطلب من والده أن يعطيه 5 ريالات. استغرب الأب من تصرف ولده، فهو يأخذ في كل صباح 5 ريالات منه كمصروف يومي في كل يوم عطلة. قال له: ماذا ستفعل بالمال؟ لم يجب الولد وأخفض رأسه فقط. فقال الأب غاضبا: هيا اخرج واغرب عن وجهي، فأنا لن أعطيك شيئا. خرج الولد حزينا والدمع يخرج من عينيه الصغيرتين البريئتين. برأ الأب حزن ولده ودموعه البريئة، وقرر أن يعطي ولده الريالات 5 وأن يراضيه حتى لا ينام وهو حزين. الأب يحب ولده، وعندما أعطى الأب ابنه الريالات 5 فرح الطفل فرحا عظيما، وراح يقفز على سريره ويقول: إيه 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 إيه، ورفع وسادته التي ينام عليها عادة، وبدأ بجمع عدد كبير من الريالات المتفرقة التي خبأها أسفل الوسادة. بدأ يجمعها ويرتبها، والأب ينظر مجدوها إلى ابنه وقال له: كيف تسألني هذا المال، يقصد 5 ريالات، ولديك كل هذه النقود؟ فقال الطفل وقد جمع المال كله بيده في رزمة ووجه المال نحو أبيه ليعطيه إياه قائلا: لقد كنت أجمع ما تعطيني إياه أيام الفسحة ولم يبقى سوى 5 ريالات لتكتمل 100. قال الأب: 100 ماذا؟ قال الطفل: خذها يا أبي، خذ هذه هي 100 ريال التي تربحها في ساعة، وأعطيني ساعة من وقت لأنني مشتاق لك كثيرا. أمسك الأب المال ودموعه نزلت من عينيه رغما عنه، ثم رمى المال بعد ونظر إلى المال، نظر إلى الريالات إلى 5، قال: كم تعب طفلي وحبيبي في جمعها من أجل أن أقضي معه ساعة واحدة. رمى المال على الأرض، حضن ولده، قال له بكل حب: سامحني يا ولدي، المال ليس أهم منك يا صغيري، منذ اليوم سأقضي معك ساعة واثنتين وثلاثة، ولن أهتم بأن أخصص وقتا فقط من أجل المال. ومنذ ذلك الوقت والأب يخصص وقتا لولده بعد أن أخذ درسا قاسيا في الحياة وعلم أن المال ليس كل شيء. نعم، طفلك ليس بحاجة فقط إلى المال لتجمعه وتأتي له بالطعام والشراب واللباس والأشياء الأخرى، وبحاجة لك إلى كلامك، إلى حضنك، إلى معاملتك، إلى أن تلهو معه وتلعب معه. نعم، هم بحاجة لنا
لا إلى أموالنا، المال لن يأتي بالسعادة ولن يأتي كما يقولون بالعواطف الإنسانية التي لن تكرر في حياتك. الآن يجب أن نكون مع أولادنا، غدا عندما يكبرون سوف يتزوجون ويذهبون عنا، فنأتي فنقول له اشتقنا لكم، سيقول لك ولدك كنت مشتاقا لك عندما كنت صغيرا، تركتني وجمعت المال وأنا الآن سأتركك لأنني بحاجة إلى جمع المال من أجل أولادي. أعلم أنك ما تعطيه الآن ستأخذه فيما، وأتمنى من الفكرة أن تكون قد وصلت. في نهاية الأمر هذه القصة ليست مجرد خيال، هذه قصة حقيقية وحدثت مع أحد الأشخاص المقربين مني. فانتبه عزيزي المستمع وعزيزة المستمعة، لا تتفوهي بأي كلمة أنت لا تعيها أمام طفلك، فطفلك يفكر بطريقة بريئة عكسك أنت يا من تقولين الكلام دون أن تفكرين به. إذا أعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن لم تكونوا مشتركين في قناتي فإني أدعوكم إلى الاشتراك، شكرا لأصدقاء القناة ولتعليقاتهم المميزة ولتفاعلهم مع مقاطعنا. إذا أحببتم أن ننزل مقاطع من نوع معين تستطيع أن تكتبونها في التعليقات، وستكون في الأسبوع القادم إن شاء الله قيد التنفيذ. شكرا لحسن الإلقاء مديرة القناة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد. وشكرا وجزاكم الله خيرا.